اهلا وسهلا فيكم من جديد ومسك الختام مشاهدينا مع الاجواء الجميله من منتزه وحدائق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من عروس الشمال من اربد. احنا مكملين معاكم مع المطرب احمد عبنده. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. وشذا الدراوشي اهلا وسهلا فيك، شاعره اهلا وسهلا فيك. اسعد الله صباحكم احمد. انا سعيد يعني للعام الثاني على التوالي ايضا بحلقه خاصه بالعيد. احنا كنا بعيد الفطر بالعام الماضي، الان بعيد الاضحى، وانا سعيد بتواجدك معنا وتواجدي معكم ايضا. انا اللي بشرفني اولا اكون على شاشه التلفزيون الاردني الحبيب، وبرضه بشرفني ان اكون انا معك نجحين واكون معك، وهذا الشيء ان شاء الله يا رب يعكس اجواء الفرح اللي بتعم اجواء العيد، عيد الاضحى، عيد البركه، عيد الطاعات. الحمد لله. وكل عام وانت بألف خير. بألف خير وقائدنا بألف خير ان شاء الله. الله يسعد لي. الشاعر شذا الرواشي الدراوشي الا العيلة الا العيلة. لا احنا ما بعدنا كثير، لا قريبة يعني اهلنا وربعنا. انت كلش بيطلع منك مقبول. اسعد الله صباحك. صباحك. كل عام وانت بألف وانت خير. بألف خير. يسعد هالشماغ ما شاء الله عليكي بهذا الثوب. شكرا الجميل. يعني مثل ما بقولوا حشمتكوا بينكوا. احنا طبعا الوصلة الغنائية لا غنى عن احمد عبنده. صحيح. الفنان الأردني المتألق دائما وعلى المستوى العربي أيضا حبيبنا أحمد عبنده، لكن ببيتين شعر حتى تكون الطاقة متجددة دائما قبل أن ننطلق إلى الكبير. بالبداية أنا بدي أرحب بحضرتكم وأقول يا هلا بريح المسك والطيب، يوم هليتوا علينا نشمها ولو عن بعد 100 متر، أشراف ولكم الشعر بين كتب. لا بارك الله بشاعر لا يوصفن، لا بارك الله بشاعر لا يوصفن، خير الأطياب دام حضروا كان الشعر لهم سباق، وبغيابهم أعجز أنا عن الإيجاز. يا أخي أريد أختصر كثر الكلام وأقول أنتم أطياب ولد أطياب. صح لسانك. صح بدنك. يا أهلا وسهلا. يا يعني شو حلوة هالأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. ويعني حابين كمان نتعرف أحمد قبل ما نسمع هلأ انضمامك لفرقة صوت الأردن، شو جديدك؟ جديدي انا الحمد لله على 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 صعيدين اللهجه الفصحى. الان في عنا اغنيه الملك المامول، وفي عنا كمان اغنيه ثانيه اللي هي تعبر عن الوطن بشكل عام، تحكي عن محاكاه الشعب للانتخابات بصدق الاصوات اللي تقدم لاختيار ممثليها من الشعب. جميل. هذا الشيء يمكن جسدناه بقصيدة باللهجة الفصحى من كلمات الشاعر منير عجاج وألحان الموسيقار وعد سالم وتوزيع الدكتور نزار عبيدات. الفن رسالة. هي الفن رسالة. رسالة رسالة. نعم. ومعانيها عميقة يعني. صحيح. أعمق بكثير من أن تكون مجسدة فقط في مناسبة الانتخابات. نعم. يعني في مقطع بيقول عهد ووعد وانتماء خالص، والله لن يثني إرادتنا الوهن. يعني أنا حبيت أعطيك بس بيت من الأبيات اللي بتجسد. جميل. حب الوطن وانتمائنا كشعب أردني وشعب يحب أرضه ويحب قيادته وينتمي إلها بصدق، وهذا الشيء إن شاء الله راح ينعكس على انتخاباتنا في هذا الشهر إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله. بدنا نروح نستمع إلى بيتين قبل أن ننطلق ونستمع. أحمد عبنده ابن إربد، ترى بالمناسبة ابن مدينة إربد العبندات يعني. على راسي والله. والنعم على راسي والله. أبداً. بدنا نستمع من الدراوشي أيضا بيتين شعر جداد. أقول سيدي عبد الله الروح تبداه وله منا القلب ويرخص له، نعشق صدقه وقويلاه واللي يتبعه الفعل ويا كثره، نحبه ونموت حنا في داعناه واللي مش عاجبه الله لا يرده. سلامتكم. ما شاء الله ما شاء الله. صح الكلام. صح يا اخي. تفضل تفضل تفضل. يلا. نعم يلا.
هلا طبعا احنا بنستنى ننتظر احمد عبنده راح ينضم للفرقه. بدنا نشكر كمان عيسى الصقار ابدع يعني عن جد بدع اليوم عيسى سلطان وانطرب. طيب احنا نروح لوصله شعريه سريعه ايضا من الصبايا المتواجدين معنا بالحديقه قبل ان ننتقل لاحمد. قبل ما يجهز احمد الحين جاهزيه يلا. الفنان الاردني احمد عبنده. ممنوع ممنوع الفوز ممنوع. يا يدينا العيد بعيد فرح جمال مهداوي من جمعية شاعر ثريا لرعاية الطفولة. أنا الشاعرة مريم عيسى حبوش من جمعية شعاع ثريا. أنا الشاعرة ميار طفوان كنعان من جمعية شعاع ثريا لرعاية الطفولة. سيدي أنا أردني مكيف عليك وقلبي ودك. كان جدي ثاير بجيش الشريف حسين جدك. وكان أبوي حسين بجيش أبوك حسين الله يرحمه. والشرف كل الشرف إني أنا وولادي جندك. أعشق الشيبات اللي نورت في مفرقك. واسمك عدب اسم يطرب لو لساني ينطقك. أنا أموت فيك وأحيا فيك يا أروع ملك. وليت ألاقي كلمة أكبر من أحبك وأعشقك. شفت أنا صورة ملكنا بالجريدة بيوم عيدة. الفكر راح وسرح بعيون نظرتها بعيدة. كان ودي أنقش الصورة عجدران قلبي أو ألقي قلبي معاها بين صفحات الجريدة. ولما أشاهد صورتك من كثر شوقي يندفع واحتضن بروازها والبوسة أطبعها طبع. يا حبيبي وتاج راسي يا كحل عين البلد. والله اني يوم اشوفك قلبي ينشلع شلع. اردنية وفينا اعرق عرقك ونتباهى فيك. لو تفزعنا تلاقينا بواريد بايديك. المنية ولدنية هذا هو عنواننا. سيدي يا صقر بالمرقاب جنحانه نفض. سيدي يا صقر بالمرقاب جنحانه نفض. في هوى أرض العروبة وعشقها قلبك نبض. أيا أردن يا وطني يا حبي وأشجاني. يا يدينا العيد بعيد. بدنا نسمع بعد هذه الثانية نستمع إلى الأغنية. الكريم الشمالي
إلى الفنان أحمد عبندة وعيسى الصقار. أشكرك أشكرك لهذه الوصفة. شكرا، يعني وهي واحدة من مظاهر التراث والفولكلور الأردني، الربابة، آلة الربابة. شكرا لك. خلينا ننتقل مباشرة للفرقة. شكرا. ونشوف فرقة صوت الأردن. الآن مع عيسى الصقار وأحمد عبندة وفرقة صوت الأردن أبدعته. كيفك عيسى؟ كل عام وأنت بعيد. احنا الان احبتنا مع احمد عبندة. انطلق احمد عبندة. اخت رجال ونشميه يا الاردنيه، بالمعيون الكحيله مثل الخيل الاصيله، والبنت بتسوى قابله يا الاردنيه. يلا يا هلا هلا يلا 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 ايوه. يا الأردنية يلا يلا.